رجعنا مع حضراتكم من جديد وعايزين نتكلم على صحة المرأة. صحة المرأة احنا عارفين طبعا ان احنا يعني بيبقى عندنا مهام كتير في حياتنا اكتر شوية من الراجل. الست بتخلف، الست بتربي، بتعمل مجهود كبير، مراحل مختلفة كتير في حياتها. فصحة المرأة اعتقد انها لازم تكون من اهم الحاجات اللي كل ست تهتم بيها بنفسها. الفيتامينات ايه دورها في صحة المرأة؟ ونقص الفيتامينات ممكن يحصل ايه من خلال نقص الفيتامينات لصحتنا احنا، صحة المرأة في مراحل كتير جدا من مراحل حياتها، وهي بتكبر، سن البلوغ، سن الشباب، بعد كده بتتجوز وتخلف وترضع، بعد كده في سن انقطاع الطمث، او يعني زي ما بيقولوا كده بلدي قوي حكاية سن اليأس، بس يعني اهو ده التعبير الدارج زي ما بيقولوا. هنعرف كل ده لان اكيد مش بيقتصر فقط على التغذية السليمة، لاننا مش ممكن ناكل كل حاجة وناخد كل فايدتها الا لما نعرف احنا محتاجين ايه بالظبط. معانا النهاردة دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز. برحب بيكي معانا دكتور دينا. اهلا بيك انت يا دينا. يعني احنا دايما في مراحل كتير قوي في حياتنا ومجهودات كتير قوي وواجبات كتير قوي علينا، ازاي الست تحتفظ برونقها وتحافظ على صحتها من غير ما يبقى فيه اي element او اي عنصر غذائي ناقص في جسمها؟ مهم قوي ان كل ست في مختلف الاعمار تعرف تهتم بصحتها، لان هي الست نص المجتمع، وهي اللي بتربي اجيال، وهي اللي بتطلع بقى الاعلاميين والدكاتره والمهندسين مهتمين جدا ان احنا نقدر نهتم بصحتها. الحقيقه اي ست عايزه تهتم بصحتها لازم تركز في ثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجه الفيتامينات والمعادن اللي بتاخذها يوميا سواء من الاكل او من المكملات الغذائيه. تاني حاجه لازم تقلل الاسترس بقدر الامكان، لان الاسترس بيبوظ لي كل هرمونات جسمي، والست عباره عن هرمونز، لازم الهرمونات تعرف تظبطها وتعمل لها بالانس كويس. فلازم ان احنا ندعم الست بالفيتامينات والمعادن مع نقص الاسترس عشان كل هرموناتي تتظبط، ومع الاكل الصحي، فدي حاجه مهمه جدا انها تعمله. طيب ايه رايك نتكلم على اهم الفيتامينات اللي الستات محتاجينها؟ طبعا الستات محتاجه فيتامينات كتيره جدا. لو هتكلم على الشكل الخارجي وبعدين هتكلم على الامراض اللي تقدر الفيتامينات تقيها. الشكل الخارجي لو وشها شاحب يبقى عندها نقص في فيتامين بي كومبلكس كله، ونقص في الحديد. لو ضوافرها بتتكسر يبقى عندها نقص في البيوتين. لو شعرها بيقع يبقى عندها نقص في البروتينات ونقص في الحديد ونقص في البيوتين. لو عندها كدمات، بتصحى من النوم بتلاقي كدمات، ودي كتير جدا بتحصل، يبقى كده انت عندك نقص في فيتامين سي. لو عندك، احنا زي ما احنا شايفين نقص الفيتامينات ده هنا بيتكلم بقى على الصحه عامه، على الانسان، راجل وست، راجل وست، تعب، ارهاق، خفقان قلب، بشره شحبه، ضوافر بتتقصف، وهن عضلي. يعني انت بتلاقي كمان الستات اللي عندها نقص رهيب في فيتامين بي كومبلكس عندها وهن عضلي وعندها تنميل في الاطراف، الاطراف كلها منمله. احيانا الست لو عندها نقص في الفيتامينات والمعادن بتصل الى اكتئاب. مشكله ان في ستات عندها كمان. طبعا طبعا الاكتئاب بيبقى احد اعراض نقص فيتامينات مهمه جدا جدا في الجسم. طبعا لو هتكلم كمان عن الانيميا والتعب والارهاق والدوخة والهارت بيتس العالية، كل دي بتديكي على طول انت عندك مشكلة في نقص الفيتامينات والمعادن. الستات اللي بتشتكي من العظم اللي بيوجعها، هشاشة العظم من اهم الامراض الشائعة للست. يعني الستات ايه، ما بسمعش كتير ان في رجال عندهم هشاشة عظام. طبعا لكن بسمع كتير قوي، وخصوصا بعد انقطاع البيريد. هو ده يعني الستات في نسبة كبيرة منهم بتعاني من ده. بعد انقطاع البيريد بيحصل ان الاستروجين بتاعها بيقل،
وده بيبقى سبب اساسي لهشاشه العظم. فلازم ندعم عظمها بالكالسيوم. الرجاله بيجي لها هشاشه عظم بس بعد ال 60، الستات بدري شويه. بس برضه دكتور دينا طب عايزه اقول لك على حاجه يا دينا، ان بتلاقي شباب دلوقتي عظمهم بيوجعهم. آه. في مشكله في عدم الحركه، لازم نتحرك زي ما بيقولوا الحركه بركه، فلازم نتحرك على طول. لازم ندعم عظمنا بحاجتين، بالكالسيوم وبفيتامين سي. عارفين كالسيوم ليه فيتامين سي؟ لان فيتامين سي مهم جدا لانتاج الكولاجين، بلس لازم نعمل مونيتور لفيتامين د. بتاع الشمس ده مهم طبعا. فيتامين د من اهم الفيتامينات اللي في اللي ربنا خلقها. طيب في فيتامينات بتساعد فيتامينات للوصول للاعضاء، يعني الستات اللي بيبقى عند تقول لك انا مش قادره اكمل يومي، مش قادره اجري ورا العيال، مش قادره اودي واجيب، مش قادره اقف اطبخ، مش قادره اقف ساعات طويله، ايه الفيتامينات اللي بتساعد فيتامينات تانيه انها تؤدي وظيفتها؟ المشكله دي كبيره قوي. موضوع مش واخدين بالنا منه. بالظبط. طيب انا باكل اكل كويس يا دكتوره دينا وعلى طول تعبانه، انت عندك نقص في الحديد ازاي؟ ده انا باكل لحمه وباكل كبده. الفيتامين اللي بيساعد جدا على امتصاص الحديد، اول حاجه فيتامين سي اللي اكيد داخل المكمل الغذائي ألب مالتي فيت اللي هتكلم عنه. فيتامين سي مهم جدا، عشان كده بتلاقي الفيجيتيريانز الفيكنز او النباتيين طول الوقت لازم يمشوا على مكملات غذائيه. عندهم نقص في الحديد، لان الحديد اللي بيتاخد من النباتات رديء الجوده، حتى الخضار الاخر يعني عارفه الورقي الاخضر في حديد، بيقولوا بيبقى فيه حديد بس الكواليتي بتاعته مش زي الحديد اللي من مصدر حيواني. اوكي مهم. فانا عندي الفيجنز والفيجيتيريانز مهم جدا ان هم يمشوا على ألب مالتي فيت. طبعا اللي بياكلوا لحمه وعندهم انيميا اللي هي الهيموجلوبين اقل من 11، الفيريتين كمان قليل، ما عندكيش او ما عندكش فيتامين سي في جسمك عشان يساعد لي على امتصاص الحديد. أوكي. والزنك. طيب انا باكل كالسيوم، البيض والالبان والحليب واللبن والحاجات دي، عندي هشاشه عظم، عظمي على طول بيوجعني، ظهري، فقرات ظهري، ما عندكيش فيتامين د لان الموصل لازم. طبعا فيتامين د مهم جدا لامتصاص الكالسيوم. عشان كده بقول لازم نعمل مونيتور. طبعا يا دينا احنا شايفين على الهواء مباشره دلوقتي ده ألب مالتي فيت، المكمل الغذائي الرائع المرخص من هيئه سلامه الغذاء، اللي موجود في كل الصيدليات، طبعا موجودين في كل محافظات مصر، وده يدي امان انك انت هتاخدي مكمل غذائي مرخص معتمده وموجوده معتمدة في الصيدليات. احنا شايفين الكبسولة، طبعا هو بيكفي شهر. هناخد قرص واحد في اليوم، 30 قرص، قرص واحد في اليوم، مش هنكتر عن كده بعد الفطار. لانه بيدعم الطاقة جدا. عندي فيتامين سي، عندي فيتامين اي، الاثنين دول مضادين اكسدة هايل. عندي كالسيوم، عندي كل عائلة فيتامين بي كومبلكس، وده ما شفتوش الحقيقة لغاية وقتنا هذا في اي مكمل غذائي ان يبقى ملم بكل عائلة فيتامين بي كومبلكس. طبعا على راسهم الكوبلامين او فيتامين بي 12 اللي بيدعم لي جدا كرات الدم الحمراء وبيدعم لي صحه اعصابي. على راسهم الفوليك اسيد، مهم للست الحامل جدا هذا المالتي فيت او هذا ألب مالتي فيت، لانه مليان فوليك اسيد بيحمي من تشوهات الاجنه، لان الفوليك اسيد من احد عائلات فيتامين بي اللي بينتج الخلايا العصبيه للجنين. مهم جدا ندعم الست الحامل بالكالسيوم، لان هي بتبقى محتاجه كالسيوم اكتر من الست العاديه. مهم ما بعد انقطاع الدوره زي ما قلت يا دينا، سن هشاشه العظام كلمه بلدي فعلا قوي وملهاش اي لازمه لا خالص. لان الست وقتها، ده انا بسمي سن اللي هم بيقولوا عليه سن النضوج وسن الجمال، ولكن هي الحاجه الوحيده اللي بتفقدها هي القدره على الخلفه فقط. طيب احنا بقى مش معانا ست على التليفون، معانا رجل، معانا محمد على التليفون. مساء الخير يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله، انا مبسوط جدا جدا ان انا مع حضراتكم في البرنامج. الله يخليك يا رب، شكرا. وكنت حابب بس اوجه سؤال لدكتوره دينا. اتفضل اتفضل. دلوقتي انا مراتي مخلفه من شهرين. حلو. اخذت ألب مالتي فيت بقى لها شهرين، صح دي؟ لا، مخلفه من شهرين. اوكي. الف مبروك يا محمد. صحيح. الف مبروك. جبت ولد ولا بنت؟ لا ولد. ربنا يحفظه لك يا رب. يا رب. اتفضل. كمل يا محمد معايا. كنت بس كان في مشاكل ان كان عندها نقص في الكالسيوم نتيجه الولاده والرضاعه وكده. اكيد. تمام. رحنا لدكتور وكتب لنا على اكثر من حاجه وللاسف ما جابتش نتيجه.
وبرضه وفي منتجات كتيره ما عرفناش نستخدمها بسبب ان خفنا انها تاذي ال لانها بترضع بترضع صح. انا عليهم جدا والله، فمش عايز اغيرهم اي حاجه. ربنا يحفظهم لك يا رب يا محمد. انا متشكر جدا. هرد عليك يا محمد. حاضر هرد عليك. عايز اتكلم من الدكتوره دينا، لو المنتج اللي هو مالتي فيت قلب مالتي فيت بالظبط، لو يقدر يكون امن عليها. ده سؤال حلو قوي يا محمد، اشكرك. طيب قلب مالتي فيت ممكن اللي بترضع تاخده؟ طبعا امن جدا، وبقول لمحمد ما تخافش خالص لانه مرخص من هيئه سلامه الغذاء وموجود في الصيدليات، ده يديك امان. قلب مالتي فيت هيبقى حلو قوي لزوجته، لان هي اكيد ما كانتش بتدعم جسمها وقت الحمل بالكالسيوم. لازم كل الست حامل تدعم جسمها بالكالسيوم، باليود تاكل سيد تويد، الاكلات البحريه مهمه جدا، بالفوليك اسيد اللي موجود داخل قلب مالتي فيت. مهم قوي اقول انه امن جدا للست اللي بترضع، وهتبقى امن لزوجته لان هيقدر يدعم لها الكالسيوم. بس برضو لازم تعمل تحليل فيتامين د، لان من غير فيتامين د الكالسيوم مش هيشتغل، فلازم هتعمل تحليل فيتامين د مع القلب مالتي فيت، وهتلاقي في خلال اسبوعين جسمها بقى عظمها قدر الالم تروح. دكتور دينا، ده يحسن الكواليتي بتاع لبن الرضاعه؟ يعني هل ممكن انها تبقى كمان بطريق غير مباشر او مباشر يعني بتغذي البيبي كمان لما تاخد قلب مالتي فيت؟ طبعا، لان قلب مالتي فيت كله فيتامينز مهمه جدا كمضاد اكسده. انا عندي داخل قلب مالتي فيت فيتامين اي، من اهم الفيتامينات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها كانتي اوكسيدنت، لان بيبقى عندنا التهابات كتير في جسمنا. فازاي نقدر نقاوم الاكسده ونقاوم الشوارد الحره بفيتامين اي؟ مهم فيتامين اي لدعم القلب، ومهم فيتامين بي كومبلكس لدعم الشرايين، لان بيحميها الحقيقه، لانه بيظبط لها كذا حاجه، بيظبط لها نسبه الكوليسترول في الدم، بيظبط لها نسبه السكر في الدم. فاكيد هتنتج اللبن اكثر كفاءه مع قلب مالتي فيت. ومهم اقول انه مناسب جدا لمرضى القلب، لمرضى السكر، مناسب لمرضى الضغط، لان هو بيقدر يحسدني نسبه الكوليسترول كمان في الدم. طيب عايز اعرف برضو، ممكن الام تدي لاولادها كمان، ومن سن كام؟ من سن من سن 13 سنه يا دينا. حلو قوي. بنقدر نستخدمه، امن جدا، وتقدر اكيد تديه لاولادها، وبالذات العيال. او باركو كل مره بقول عيال ليه؟ ما هم عيالنا على فكره يا دينا، هم عيالنا. مش غلط. ايوه، الطلاب اللي عندهم امتحانات بيشتكوا كتير من قله التركيز ومن الضغط العصبي ونسيان المواد اللي بيذاكروها، وكل حاجه بتخش في بعضها، فده اجهاد جامد على المخ. فبقول لهم على طول طبعا لكل ام عندها طالب او طالبه تديهم قلب مالتي فيت، قرص واحد بس في اليوم، هيلاقوا التركيز والنشاط والطاقه والمناعه. مهم اقول ان مهم جدا ان احنا نحافظ على. طب ايه رايك تكلمينا على المناعه؟ يعني احنا واحنا بنحافظ على الفيتامينات في جسمنا، هل احنا كمان كده بنرفع المناعه بتاعتنا ضد مش بس كوفيد 19، يعني ضد اي فيروس، ضد اي بكتيريا، ضد اي مرض ممكن يجي لنا؟ لا غنى عن الفيتامينات والمناعه والمعادن لدعم وتعزيز المناعه. مهم قوي ان احنا نعزز مناعتنا، ست، راجل، شاب، بنت، اي حد فينا لازم ندعم مناعتنا. قلب مالتي فيت بيقدر يدعم المناعه جدا، لان انا عندي فيتامين سي انتي فايرال، عندي فيتامين اي مهم ضد الاكسده، وعندي فيتامين بي كومبلكس اللي بيقدر ينتج لي خلايا الدم الحمراء، وعندي زنك اللي بيقدر ينتج لي خلايا، بيساعد على انتاج خلايا دم البيضه الليكوسايتس المسؤوله عن المناعه. ومع قلب مالتي فيت مش هنعاني من الانيميا وفقر الدم، ودي حاجه مهمه قوي ان احنا نعزز كفاءه دمنا عشان نحارب اي فيروس او اي بكتيريا موجودين في العصر اللي احنا عايشين فيه. اخر سؤال جاي لنا دلوقتي في الكنترول، بعد قد ايه الاقي نتيجه من قلب فيتامين؟ لقيت كتير من الساده العملاء بعتوا لي على السوشيال ميديا استخدموا قلب مالتي فيت، ستات ورجاله بعتوا لي قالوا لي احنا من اول اسبوع لقينا نتيجه ممتازه. عايزينه فوري. التركيز بس بقول لاي ست على الشعر، لان انا لازم اقول ان هو بيدعم جدا الشعر وبيمنع تساقطه، فلانه في بيوتين مع الشعر وكده، ممكن نستنى اسبوعين او ثلاث اسابيع هنلاقي، عشان دوره الشعر كمان بتاع دوره الشعر هي 3 شهور. فهنصبر على ده، لكن الطاقة والمناعة والتركيز
هنلاقيه على طول اون ذا سبوت. جميل. بشكر مع حضراتكم ضيفتي دايما دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. شكرا جزيلا. ميرسي يا دكتور دينا. وان شاء الله يكون لنا لقاءات جايه كتير ونتكلم على الب مالتي فيت. فاصل ونكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.